ونؤمن بأن هؤلاء الملائكة من بينهم من يأمر بالشدة ومنهم من يأمر باللين، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله إن هناك ملكين أحدهما يأمر بالشدة والآخر يأمر باللين، جبريل وميكائيل. ولذا اليهود لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم من يأتيك بهذا الوحي، قال عليه الصلاة والسلام جبريل، قالوا هذا الذي يأتي بالعذاب، لو كان يأتي به ميكائيل لآمنا بك. فقال عز وجل قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين.